قلت من الشيخ سعيد من غير بعد ما ذكر لي أنه كان طالبا في الجامعة حينما كنت أنا أدرس بعض الدروس في دمشق. قلت أظن أنك أنت حضرت يعني عندي أحيانا، فما أنكر ولا أعترف. أظن تلك الفترة أنه كان يوجد في المعهد السماوي أيضا في الجامعة. قال أنت دون أنا ما عندي علم يعني مبسط في القضية، لكن يقينا هو حضر عندي بعض الجلسات وبعض الدروس. أما كونه كان طالبا في الجامعة فهذا بكلامه هو. نعم. فهذه من الفوائد اللي جاءت من دخول المستشفى، وقلت له هذا مما يدخل في عموم قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما قال الله من أنزل من قضاء إلا جمع خير منها. الله أكبر. وقلت له كلمة مناسبة يعني قعود هذا، سألت أنا متى أصبت بهذا؟ قال من سنة ونصف تقريبا. أيوه. فذكرت ببعض الأحاديث التي أظن هذا المعنى، قلنا هذا ليس على سبيل التعليم وإنما على سبيل التذكير. أيوه. تذكر يا شيخ أنت كلام دكتور خسارة لك.